بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من استوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. النهارده مستمرين ان شاء الله على المستوى الافريقي ولقاء العوده بين نادي الاهلي والرجاء المغربي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، ملعب مركب محمد الخامس بالرباط. زي ما حضراتكم عارفين نتيجه الذهاب انتهت لصالح النادي الاهلي 2-0 لمحمد عبد المنعم وحمدي فتحي، وكانت مباراة صعبة جدا. النهاردة برضو مباراة صعبة أخرى، ده الشوط الثاني، خلصنا من الشوط الأول، النهاردة إن شاء الله الشوط الثاني، ونتمنى بإذن الله النادي الأهلي يعدي المرحلة الصعبة دي. أكيد هنتكلم كتير عن الماتش ده، استعدادات فنية للفرقتين، جاهزية اللاعبين النادي الأهلي هذه المواجهة اللي مش هتكون سهلة. ولكن خلينا أفكر حضراتكم بحاجة حصلت السنة اللي فاتت في نفس الدور مع نفس الفريق بنفس السيناريو. الماتش الأولاني كان هنا، لو تفتكروا حضراتكم كسبنا 2-1 وقلنا ان الموقف صعب جدا 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 في المغرب هناك، وفي بدايه المباراه في المغرب قدر الرجاء انه يحرز هدف. الناس كلها قالت النادي الاهلي خلاص خرج من البطوله، الناس كلها تقريبا بصمت ان الرجاء هو اللي دخل، ولكن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والمنظومه ككل كان ليهم راي تاني. طبعا فضل ربنا الاول وتوفيقه ولاعيبه النادي الاهلي والمنظومه، قدر النادي الاهلي يتعادل ويجيب جول لمحمد عبد المنعم. بل بالعكس كمان، احنا في الماتش ده ضيعنا بينالتي عن طريق علي معلول وتعادلنا 1-1 وتاهلنا لدور الاربعه. وان شاء الله نادي الاهلي قادر باذن الله النهارده انه يتخطى عقبه الرجاء في ملعبه، وباذن الله رب العالمين نتاهل للدور نصف النهائي.